دانا بسألك شنو؟ ما تفكرين تتزوجين؟ منو يتزوج؟ أنا؟ شايفة حالتنا ولا لا؟ شايفة خلاجيني؟ إذا أنا وخواتي نتبادل اللبس مع بعض ولا سيارتنا ولا بيتنا ولا أخوي خالد ولا شخصية أمي لضعيفة. طبعاً خالد ما خلى أحد مرتاح، خرب حياتها وخرب حياتنا معه. من هذا المينون اللي بيطق الباب وبياخذني؟ وأنا هذه حالتي. ريايل اللي يبون بنات البيوت وايد، وهالريايل الوايد يدروني أصلاً إذا ببيتنا فيه بنات ولا لأ. ون يوم هالريايل خالد راح ينحشهم. بعد ما يحتاج أقول لك عن خالد وانت تعرفينه. خليني ساكتة.